طبعا مسعود راشد، المبادر لحمل التبرع بالدم للشاب إيهاب برهم، بداية احكي لنا كيفية الإقبال اليوم على التبرع. طبعا بحسب توقعاتنا أنه يكون في كثير ناس جايين يعطوا حياة للشاب إيهاب، وبصراحة التوقعات طبعا كانت بمحلها، وأهل الخير كتار وأجوا يتبرعوا ويعطوا بدم وبحياة للشاب، وإن شاء الله نتمنى الشفاء لكل المرضى وخاصة للشاب إيهاب. كيف وضعه اليوم إيهاب؟ تقدر تشكي لنا شوي هيك تعطينا صورة عن وضعه؟ بصراحة ما فيش عندي كثير معلومات عن وضعه الصحي، لكن نتمنى الشفاء لكل مريض. اليوم في يعني إقبال على التبرع بالدم، شو بتحكي كلمة هيك للجمهور بتخليه يعني يجوا ويشاركوا هاي الحملة؟ ندعو جميع أهل الناصري والمناطق المجاورة لحتى يجوا ويعطوا بحياة ولو نقطة دم لإيهاب. الأعمار هي من 18 لحتى 60 سنة. جميع أنواع فصائل الدم مسموح بالتبرع فيها. احنا موجودين في معهد الثقافي محمود درويش في الناصري. ما ننسى طبعا كلمة شكر للبلدية اللي سمحت لنا في هذا المكان للتبرع بالدم للشاب إيهاب. جميل جدا، في ناس في ضغط على الإقبال عنا، ومتأمل المزيد كتير كتير حتى ننقذ حياة شاب بحاجة، يجوا يساعدوا شاب بحاجة لأي نقطة الدم.